Hi there. Today we continue doing a general test on 12, unit 12, second year secondary English. So let's share the screen and do that. هنحل اختبار شامل على unit 12 في انجليزي ثانية ثانوي. So let's do that. السؤال الأولاني في التست بيقول the students in our school are all highly to get the first prize in the competition. يبقى they are highly motivated. يعني عندهم motivation أو تحفيز أو تحفز إن هم ياخدوا الجائزة الأولى في المسابقة. يبقى الإجابة B. طيب number two. The exhibition gives local artists an opportunity to their work. يبقى إيه؟ المعرض بيعطي الارتست أو الفنانين فرصة إن هم to improve. يبقى B برضو to لا مش improve بقى to their work to display their work. يعني أحسن أقول to display their work إن هم يعرضوا الشغل بتاعهم أو الأعمال الفنية بتاعتهم، لأن هيبقى في معرض فيعرضوا الأعمال الفنية. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب نشوف السؤال رقم ثلاثة. The medical company uses animals in tests for some of its drugs. يبقى الشركة الطبية بتستخدم حيوانات لعمل اختبارات في المعمل. يبقى laboratory tests. يبقى C الإجابة الصحيحة. Laboratory tests عمل يعني اختبارات معملية على الحيوانات قبل ما يطلعوا هذه الأدوية. طيب number four بيقول the government has made a bid to tackle the problem of poverty. يبقى the government has made a big effort يعني بذلت جهدا كبيرا عشان معالجة مشكلة الفقر. يبقى ايه الإجابة الصحيحة. طيب ننتقل للسؤال رقم خمسة. My little daughter always prefers yogurt with a flavor especially strawberry. يعني بنتي الصغيرة بتفضل الزبادي بنكهة فواكه، عايز يقول كده زي الستروبري اللي هو فاكهة الستروبري. اوكي يبقى اذا فروتي with a fruity flavor. alright يبقى فروتي خاص بالفواكه لان الستروبري اللي جاي بعد كده من الفواكه. طيب number 6 بيقول natural vitamins in the shampoo will help damaged hair. يبقى الفيتامينات الطبيعية اللي موجودة في الشامبو بتساعد في علاج الايه الشعر المتقصف او اللي فيه مشاكل، يعني يبقى ريبير يبقى يساعد في اصلاح، يبقى ريبير دامجد هير. يبقى ايه الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 7 all new staff will be in customer service skills. كل الموظفين الجداد هيتم تدريبهم يبقى will be trained. سي الاجابه الصحيحه. ونلاحظ ان هي هنا مبنيه للمجهول اللي هو in the passive يعني. طيب هيتم تدريبهم في ايه بقى؟ كاستمر سيرفيس سكيلز يعني في مهارات خدمه العملاء. طيب نمبر 8 some employees were given the of retiring early. بعض الموظفين تم اعطائهم عايز يقول الخيار ان هم يتقاعدوا مبكرا. يبقى دي اوبشن. يبقى were given the option دي يعني تم اعطائهم خيار ان هم سوف يتقاعدوا مبكرا. يبقى دي اوبشن الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 9 بيقول show me you've got in your hand. يبقى show me what you have got in your hand. وريني انت معاك ايه في ايديك. يبقى what هنا هي الاجابه الصحيحه B. طيب السؤال نمبر 10 بيقول the meat yesterday was delicious. هلاقي ان هستخدم التصريف الثالث اللي هي C. The meat eaten yesterday was delicious. يعني اللحم اللي اكل بالامس كان لذيذا. كان اصل الكلمه ديت which was eaten. وطبعا احنا ممكن نحذف ضمير الوصل which وبرضه verb to be اللي بعده ويبقى فاضل عندنا eaten بس. يبقى لما اقول the meat eaten كان أصلها the meat which was eaten. أكمل بقى yesterday was delicious. يبقى هنا C الإجابة eaten. تصريف الثالث ممكن بس اللي يفضل ويتم حذف ضمير الوصل والverb to be اللي بعد منه.
طيب نمبر 11 بيقول this is the hotel rooms have a view of the sea. احنا عايزين ضمير وصل وينفع ملكية في نفس الوقت، يبقى دي whose، يبقى الغرف اللي في اللي في هذا الهوتيل تطل على البحر، يبقى whose هي الإجابة الصحيحة اللي هي دي. طيب السؤال رقم 12 بيقول that house was sold yesterday is 200 years old. يبقى that house which was sold yesterday is 200 years old. المنزل اللي تم بيعته بالأمس كان هو يعني عمره 200 سنة. أنا هستخدم which عشان دي اللي تنفع بعد the house، شيء غير عاقل، يبقى ضمير الوصل which. لاحظ برضو ان جملة الوصل ما بين two commas، يبقى دي بيسموها ايه؟ non-defining relative clause، يعني جملة وصلية غير محددة، ممكن ألغيها والجملة أو أحذفها يعني والجملة تبقى صحيحة، اللي هي that house is 200 years old. يبقى إذا الإجابة الصحيحة ايه؟ اللي هي which. طيب ننتقل بعد كده للسؤال رقم 13، بيقول a racket is something to hit a ball when you play tennis or badminton. يبقى ايه الراكت؟ عبارة عن ايه؟ is something which you use. يبقى هو هنا بيعمل تعريف للراكت، يبقى هجيب ضمير وصل اللي هو which يعود على الراكت اللي هو المضرب يعني، which you use to hit a ball. يبقى ايه الاجابة الصحيحة؟ برضو نفس الفكرة ان ديت حاجة غير عاقل اللي هي a racket، يبقى بشير لها بضمير الوصل اللي هو which. طيب السؤال 14 بيقول Arthur Conan Doyle wrote Sherlock Holmes stories was born in Edinburgh. يبقى Arthur Conan Doyle who wrote، يبقى هنا عايزين ضمير وصل يشير إلى Arthur اللي هو شخص عاقل يعني، يبقى هو بقى إيه؟ who wrote the Sherlock Holmes stories، كتب قصص شيرلوك هولمز، was born in Edinburgh، ولد في إدنبرا. ونلاحظ برضو أن هذه الجملة الوصلية هي non-defining، جملة غير محددة لأن جاية ما بين two commas، ممكن ألغيها والبقية الجملة تبقى صح. Arthur Conan Doyle was born in Edinburgh، جملة صحيحة ما فيش فيها أي مشكلة. يبقى إذن هنا C الإجابة الصحيحة، وهي تدل على الضمير وصل يدل على العاقل. طيب السؤال رقم 15، my cousin 30 this weekend has bought a house in Port Said. يبقى my cousin who is، يبقى B who is 30 this weekend، اللي هيبلغ سن 30 في هذا الويكند، اشترى منزل في بورت سعيد. يبقى اذا B الاجابه الصحيحه لان فيها ضمير الوصل هو وبعدين verb to be بعد منه. ما اقدرش استخدم دي اللي هي ضمير ملكيه، لا هو عايز اقول ابن عمي اللي عمره قد كده، يبقى هو از اللي هي بي يعني. طيب السؤال الاخير في المالتيبل تشويس اللي هو 16 بيقول لي I went to buy a new bag but I couldn't find what I wanted. يبقى انا رحت اشتري نيو باج بس انا ما لقيتش الحاجه اللي انا عايزها، يبقى وات هنا عايده على الباج او الشيء اللي انا عايزه. اوكي؟ يبقى I couldn't find what I wanted. هي دي الاجابه الصحيحه، ما اقدرش اقول هنا which، لا اقول what I wanted. يبقى دي الاجابه الصحيحه. ان شاء الله الفيديوهات القادمه هنعمل اختبارات عامه على المنهج ككل، فتابعوا. Thank you for watching.